من جانبه أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن أزمة المناخ تؤكد أهمية وجود حل دبلوماسي سريع لقضية سد النهضة، وأضاف بلينكن أن قضية سد النهضة تمثل أمرا وجوديا بالنسبة لمصر. أهمية وجود حل دبلوماسي سريع لقضية سد النهضة، ونحن سمعنا من القيادة المصرية أن هذا هو أمر وجودي بالنسبة لمصر، ونحن ندعم أي حل يقوم بمراعاة مصالح جميع الأطراف ويراعي أيضا الحياة المعيشية للمصرية وللسودان وإثيوبيا. ومثل ومثل جميع النقاشات الصعبة، هذا يجب أن يجري من خلال روح المرونة من جانب جميع الأطراف للتعامل مع المصالح الوجودية التي تملكها مصر في هذا الخصوص.